يقاوم قساوة الظروف الطبيعية وغياب أساسيات الحياة اليومية ليستمر في أداء رسالته. يعترف الأستاذ إبراهيم أنه في القرية يتحول إلى ممرض وخطيب في المسجد ليساعد السكان. بدون تضحية الأستاذ من ماله الخاص ومن بدنه وصحته، فإن قطار التعليم في المناطق المعزولة اللي احنا تنعيش فيها سيتوقف. خاص الضحي بزاف، تقاوم، كتقاوم الطبيعة هي الأولى، كتقاوم الجاهل اللي هو يسود المنطقة. داخل قسم متقادم يعود لثمانينيات القرن الماضي، أصلحته منظمة غير حكومية بلجيكية يشتغل يوميا الأستاذ إبراهيم. واضطر الأستاذ لشراء آلة تقليدية الصنع لتدفئة بالخشب من ماله الخاص لضمان استمرار الدروس شتاء عند انخفاض درجات الحرارة. التدريس بالنسبة للمنطقة فهو يعاني مشاكل عديدة جدا، والظروف الحالية فهي تحسنات بالنسبة للظروف اللي كانت سيدة من قبل. احنا كنا نجيو حتى للطريق الى ما وصلوناش السكان على ظهر الدواب للمدرسة ما غاديش نوصلوا ليها. السكان في هذه القرية المغربية يطالبون بأقسام جديدة تساعد أطفالهم على تحمل البرد القارس شتاء لمستقبل أفضل. هو دوك علاش طلعوا الفوق؟ Thank you.